مشاهدينا مساء الخير، نحييكم في حلقة جديدة. بعد قليل في النصف الثاني من هذه الحلقة في الجزء المتعلق بالمناقشة، القضية اللي هنناقشها هي قضية سيديهات المحلة أو الفضيحة الجنسية في المحلة. لماذا نناقش هذه القضية؟ لأنه للأسف الشديد جماعة الإخوان جماعة بلا أخلاق بلا ضمير، اللي يقتل تتوقع منه أنه يعمل كل حاجة، اللي يبث كل هذه الأكاذيب والشائعات يوميا تتوقع منه صناعة الفضائح. جماعة الإخوان تحاول أن تستغل فضيحة جنسية لمدرب كاراتيه في المحلة مع بعض السيدات في الادعاء بأنه السيدات التي ظهرن في هذه الفضيحة زوجات ضباط شرطة ومستشارين وسياسيين. حاولنا إقناع بعض من أقحم أو من تم إقحام أسمائهم في هذه القضية بالحديث، لأنه لا يمكن أن تتعامل مع شائعات من هذا النوع تستخدم سياسيا من قبل جماعة بلا أخلاق بلا ضمير تتحدث عن الإسلام وهي بعيدة كل البعد عن الإسلام. لا يمكن أبدا أنك تسيبها على الساحة تستخدم فضيحة من هذا النوع لمدرب كاراتيه مع مجموعة سيدات سواء كنا ساقطات أو حتى لسنا ساقطات. في كل الأحوال المهم أنه الحقائق تظهر، ولا يجب التعامل مع شائعات ومزاعم من هذا النوع بمنطق إخفاء الرؤوس في الرماد، لأنه الفضيحة بتزيد وبتلتهم كل يوم أسماء جديدة. كل يوم هيدخل فيها أسماء جديدة، اللي عاوز يحط أي اسم سيضع الاسم اللي هو عايزه، وده اللي حدث بالفعل. وضع في هذه الفضيحة أسماء لمستشارين وضباط شرطة وسياسيين. حاولنا إقناع البعض بالحديث، لكن معظمهم يرفض تماما الحديث في هذه القضية، إلا أنه الأستاذ حمدي الفخراني وهو أحد الذين كانوا من ضحايا هذه الشائعات هو وعائلته بالكامل هيكون معانا. بالإضافة هنستمع كمان لابنته الدكتورة ياسمين وشقيقته، لأنه جماعة الإخوان حاولت أن تصنع فضيحة عائلية. يعني عايزين يقولوا دول عائلات أنصار ثورة 30/6، دي أخلاقهم، دي عائلات أنصار السيسي، ودي عائلات الذين يقفون في مواجهة جماعة الإخوان. مع أنه لو دخلنا على هذا الخط، لو دخلنا معهم على هذا الخط، وطبعا لا يمكن أن ندخل في هذا الخط المتعلق بالفضائح اللا أخلاقية، هتجد أنه فضائح جماعة الإخوان ومن ينتمون لتيار الإسلام السياسي أبشع. ليه؟ لأنهم يتحدثون باسم الإسلام وباسم الدين، لكن للأسف الشديد هتلاقي فيه تصرفات كثيرة ومختلفة. حتى احنا ليه لما ضخمنا قضية الشيخ علي ونيس عضو مجلس الشعب وقتها، صحيح هو ينتمي لتيار سلفي، ولما كمان قضية البلكيمي، ليه؟ لأنه بعض من يتحدثون باسم الإسلام يكذبون والإسلام وهم بعيدون تماما عن الإسلام. ده مش معناه إنه كل ده يلصق الفضيحة بالتيار الإسلامي، لكن جماعة الإخوان عايزة تصطاد في إنه أصل في زوجات ضباط شرطة في هذه القضية، أصل في زوجات مستشارين، ده في زوجات سياسيين معارضين لجماعة الإخوان، صناعة الفضيحة. ويطلع الشيخ وجدي غنيم كما ستشاهدون حينما نبدأ المناقشة ويقول إنه ربنا ينتقم، وإنه زوجات ضباط الشرطة وزوجات كل أنصار ثورة 30/6 هو ده مصيرهن الفضيحة. شايفين الذين يعني يدعون أنهم يتحدثون باسم الإسلام يلعبون على وتر الفضيحة، مع إنه هذا الوتر يحرقهم هم تحديدا، يولع النار هم فيهم هم تحديدا. أنا فاكر لما النظام الأسبق حاول أنه يعني يستخدم بعض الفضائح لبعض المشايخ الذين يقف ضدهم. يعني مثلا لما حاولوا أنه النظام الأسبق يتكلم عن زواج الشيخ القرضاوي مثلا من فتاة صغيرة، تصدينا لده وقلنا انه لا يجوز يمكن ان تصطاد القرضاوي سياسيا واخلاقيا وتصطاده حتى في الفهم الخاطئ للاسلام والكراهيه التي يبثها ليلا ونهارا اليوم، لكن لن نلعب هذه اللعبه مع خصومنا. لكن للاسف الشديد جماعه الاخوان بلا اخلاق بلا ضمير تستخدم فضيحة من هذا النوع وتضع على صفحات الحرية والعدالة اللي مفترض أنه بيدخل عليها زوجاتهم وبيدخل عليها بناتهم، تضع هذه الفضائح الجنسية بالصوت والصورة وبالمشاهد، إلى حد أنه حتى الشيخ ياسر برهامي نائب رئيس جماعة الدعوة السلفية قال أنه اللجوء لمثل هذه الأساليب ندد بذلك يعني، وقال انه ده يتنافى ويتناقض تماما مع الاسلام. لكن جماعه الاخوان توقعوا منها كل شيء. هنناقش هذه القضيه بعد قليل مع بعض الضحايا اللي تم الزج باسمائهم في هذه الفضيحه، وندعو الجميع الحقيقه لما يبقى في فضيحه من هذا النوع بتلتهم كل يوم اسماء جديده، علينا ان احنا نطلع نقول، يطلع بيان من وزاره الداخليه، يطلع بيان من الهيئات القضائيه انه السيدات التي ظهرنا في هذه الفضيحة هن، مش لازم أقول أسماء يعني، لكن لا علاقة لهن أو إذا كان في علاقة يقولوا لا علاقة لهن بضباط الشرطة والمستشارين والسياسيين المعارضين. اليوم يوم من أيام التسامح الديني، احتفالات المسيحيين بعيد القيامة تحولت إلى احتفالات للمصريين كلهم، وظهر هذا التسامح في الشارع المصري. أعتقد أن مصر تستعيد الصورة المضيئة وتستعيد التسامح الديني اللي فقدناه للأسف الشديد في ظل حكم الإخوان. تعالوا نشوف بعض هذه الاحتفالات في العديد من الكنائس. نبدأ بالجيزة. كل الناس دايما في اخاء وفي محبه وفي سلام وفي الروح الواحده اللي احنا بنعهدها في كل الناس، لان كل يوم بيعدي علينا هو عيد، في حد ذاته. احنا مش مستنيين عيد يجي عشان نقول كل سنه وانتم طيبين، لا، كل لحظه بتعدي فهي عيد في حد ذاته. احنا ما بنقلقش امر، ربنا بيطمنا كل يوم، بيعدي علينا ربنا بيطمنا فيه، فاحنا ما بنخافش، احنا مع ربنا. اخواتنا المسلمين بيجوا يعيدوا علينا، والشعب المصري كله بيحبنا، واحنا بنحب كل اخواتنا المسلمين وعايشين في امان في وسطهم. كل سنه وانتم طيبين، ودايما تلفوا كنايس انحاء الجمهوريه كلها. كل سنه وانتم طيبين، وربنا يعود عليكم الايام بخير، نشكر ربنا. كل سنه وانتم طيبين، ويا رب يبقى عيد سعيد على الناس كلها، وربنا يحافظ على مصر وكنايسها وكل الناس. احنا طول عمر الأقباط ما بيخافوش من حاجه، يعني ما دام ربنا معانا هنخاف من ايه بس؟ لا، الامن الكنيسه عادي يعني جدا، واحنا مش خايفين جدا عادي يعني. ربنا بيسترها وربنا بيدبر الامور. بالنسبه للامن شايف نفسه الصراحه ربنا يخليهم. فرحانه بقيامه المسيح، مبسوطه اني في وسط اهلي واصحابي، مفيش اي خطر. فرحانه ان في امن كتير جدا على كنيستنا، وانا واثقه ان السنه دي ان شاء الله هتعدي على خير. الشعب المصري شعب يلتجئ الى الله في الضيقات، في عز الضيقات وعز حرق الكنائس الناس تزداد جدا، لان الناس بتحس ان لو ماتت في الكنيسه هيكون لها اجر مضاعف. الكنيسه دي تراب لعنينا، كحل لعنينا، وبعدين احنا ما فيش حاجه تفصلنا عن محبه ربنا، لا شده ولا ضيق ولا اضطهاد ولا عري ولا جوع ولا عطش ولا خليقه اخرى. عارف يعني ايه ولا خليقه اخرى؟ يعني ما اتخلقش لسه اللي يبعدنا عن ربنا. قبل ما نشوف أيضا احتفالات الأقباط في أكثر من مكان وأكثر من محافظة، لعل المشهد الذي هيمن على الأحداث وعلى الأنباء ومشهد تم تداوله حينما حضر الأستاذ حمدين صباحي المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، وخلاص لم يعد مرشحا محتملا، أصبح عندنا مرشحين فقط، يعني بقى في اثنان من المرشحين في انتخابات الرئاسة لا ثالث لهما، المشير عبد الفتاح السيسي والأستاذ حمدين صباحي، لأنه كل الذين أعلنوا عن عزمهم خوض انتخابات الرئاسة لم يكملوا الأوراق المتعلقة بهم ولم يكملوا التوكيلات، وبالتالي لم يعد لدينا إلا المشير عبد الفتاح السيسي والأستاذ حمدين صباحي. المنافسة في انتخابات الرئاسة بين اثنين لا ثالث لهما. طيب، لما حضر الأستاذ حمدين صباحي في الكاتدرائية حينما ذكر اسمه تم التصفيق له، لكن حينما أشار البابا تواضروس إلى أنه المشير عبد الفتاح السيسي كان موجودا في الصباح، كانت القاعة تصفق بشكل أكثر حماسا، فيما اعتبره البعض أنه نتيجة مسبقة من داخل الكنيسة للانتخابات فيما يتعلق بحجم التصفيق. كما يحضر معنا الصلاة للتهنئة بالعيد السيد حمدين صباحي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، كما حضر إلى المقر البابوي في صباح هذا اليوم سيادة المشير عبد الفتاح السيسي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية. كما يحضر معنا التصفيق الحماسي النابع من القلوب مؤشر، ولكنه ليس نتيجة، النتيجة في الصناديق. وفي كل الأحوال سنعيش منافسة انتخابية، وسنقدم للعالم صورة بديعة لانتخابات رئاسية حقيقية شفافة ونزيهة. تعالوا نشوف احتفالات المسيحيين بعيد القيامة في المنصورة. الاحتفالات بتاع الإخوة المسيحيين بتيجي دايما يعني في وقت بيتلاحم فيه قوى الشعب، وبيتلاحم فيه جميع أفراد الشعب من شباب ونساء وشيوخ، في ظل المحاربات أو في ظل القوى الخارجية اللي بتحاول تأرق أو تعرقل الصف بين الإخوة المسيحيين والإخوة المسلمين. الشارع المصري مش هو الصورة اللي احنا بنشوفها من العنف اللي بعض المغرضين بيصدروها للعالم، من دي الصورة اللي موجودة في الشارع المصري. الشارع المصري فيه صورة من الأمن والأمان والتآلف الحقيقي. زعك شايف احنا لا يمكن تيجي مناسبة إلا وتلاقينا كتف بكتف وإيد بيد مع إخواتنا من أئمة الأزهر واخواتنا من الامن والشرطه والقضاء والجيش والتنفيذيين. انا بحتفل مع اخويا المسيحي، وهو كما نذكر دائما انهم هم الاصل، لان مصر هم اخوال العرب. مصر هي من اول سيدنا ابراهيم عليه السلام مرورا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فالام ثابته، هي من أول ستنا السيدة هاجر وستنا السيدة مريم القبطية أي المصرية التي تزوجها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكل شيء له ثوابت وأصول. كل عام وهم طيبين، وربنا سبحانه وتعالى يديم بيننا المودة والمحبة. وأنا صراحة باختصار لم أشعر في يوم من الأيام أن هناك فرق بين مسلم ومسيحي من وأنا صغير، لم أشعر بهذا الوضع، بل إننا كلنا وضع واحد، لا فرق بين مسلم ومسيحي. بتبدأ بالقداس ليلا وبيخرج صباح اليوم التالي زي امبارح، وخرج في صباح يوم الحد، لأن السيد المسيح له المجد قام من بين الأموات في يوم الحد. الصبح بنستقبل المهنئين في دار المطرانية اللي حضرتكم سجلتوا فيها من شوية، وبنعمل خدمات مدارس الأحد. وخدمات مدارس الأحد ده شيء مهم جدا عندنا، لأن الكنيسة بالنسبة لنا هي أم رؤوم. من حوالي أسبوع كمان والأمن مغطي المنطقة، شرطة وجيش، احنا بنشكرهم طبعا لتأمينهم لنا الاحتفالات، ودي حاجة مش جديدة عليهم، كل سنة بيحصل تأمين للمكان في الأعياد بتاعتنا. النهاردة بنحتفل بقيامة السيد المسيح له المجد، والنهاردة فرح عظيم في الكنيسة، لأن من غير قيامة المسيح فيقول في رسالة معلمنا بولس الرسول: إن لم يقم المسيح من بيت الأموات فباطل هو إيمانكم. فقيامة المسيح هي الفرح الأساسي، وهو الأساس الديانة المسيحية بالقيامة. احنا متعودين كل سنة الحمد لله يعني نعمل حفلة للأطفال زي ما انتم شفتوها جوه، بنبقى قاعدين موجودين نجيب الأطفال اللي موجودة هنا في البلد، نحاول نفرحهم بوجه عام كده، نقول لهم قصة بمناسبة العيد، ايه اللي بيحصل في العيد، علشان برضو الأولاد يبقوا عارفين العيد بمناسبة ايه، قصة العيد يعني. ونبقى قاعدين موجودين هنا في الكنيسة يعني، كمان بييجوا ياخدوا هدية علشان يبقوا فرحانين، وبنحاول نفرح الأولاد اللي ما بتفرحش في العيد. إن شاء الله أيام المصريين كلها أيام تسامح ديني. مصر تستعيد هويتها، مصر تستعيد شكلها الطبيعي بعد أن فقدناه في زمن الإخوان. هنتابع معاكم احتفالات المسيحيين بأعياد القيامة، لكن هننوع بعض الموضوعات. أعتقد بأنه الوضع في مصر كلما أنجزنا فيما يتعلق بالمستقبل وفيما يتعلق بخريطة الطريق نحظى بالكثير من الشرعية التي ربما لا نحتاج لها، لأنه نحن نستند إلى إرادة شعبية. لكن للأسف الشديد بعض دول العالم تحاول أن تظهر مصر وكأنها معزولة. يحدث ذلك في قطر، لما شفت اليوم في قناة الجزيرة يتباهون بأنه رئيس مجلس السلم والأمن الإفريقي وصف ترشيح المشير عبد الفتاح السيسي بأنه غير شرعي، وهاجم هذا الترشح. يعني ده أولا بمثابة تدخل في شؤوننا الداخلية، لأنه يجي بقى يحدد لنا من الذي من حقه أن يخوض انتخابات الرئاسة أم لا، بالإضافة إلى أنه اعتداء على الإرادة الشعبية. لو اختار الشعب المشير السيسي فيعني هيبقى موقف رئيس مجلس السلم والأمن الإفريقي إيه؟ وهو يحتج ويصف ترشح المشير السيسي بأنه غير شرعي لأنه كان قائدا للجيش. والحقيقة قناة الجزيرة أقامت حفلة تتعلق بذلك، مع أنه زي ما انتم شايفين الاتحاد الأوروبي حتى يدعم مصر بشكل كبير. حكاية أنه مصر لا تحظى بدعم دولي، لا، مصر الوضع فيها الآن يحظى بدعم كبير، ونجحت الخارجية المصرية في التغلب على هذه الصعاب، بالإضافة إلى ما أنجزناه. المجتمع كله، تكاتف المجتمع كله وما أنجزناه وما حققناه ساهم في إقناع بعض الدول التي كانت متباطئة أو مترددة في الاعتراف بشكل واضح بما يحدث في مصر. تعالوا نشاهد أولا تقرير قناة الجزيرة ثم نعلق عليه ونسأل السفير بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية والمتحدث باسم وزارة الخارجية عن ذلك. الإفريقي بسبب ترشح وزير الدفاع السابق المشير عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية. هكذا علق أرفع مسؤول في مجلس السلم والأمن الإفريقي على مجريات الانتخابات الرئاسية في مصر. رئيس المجلس السفير بول لولو بولوس قال إن ترشح السيسي أمر غير شرعي، لأنه كان على رأس الجيش المصري عندما أطاح بالرئيس المعزول محمد مرسي في 3 يوليو الماضي. الدبلوماسي رفيع المستوى أوضح أيضا أن من يطيح بحكومة شرعية بشكل غير دستوري لا يمكن مكافأته بإعادته إلى النظام الدستوري الجديد في البلاد، وقال بولوس إن ما سماها الشرعية العملية لن تكون مستوفية لمعايير الاتحاد الإفريقي حتى بعد إجراء الانتخابات المقبلة في مصر، وهو ما يطرح المزيد من الشكوك حول الشرعية التي تسعى سلطات الانقلاب إلى خلقها في مصر. أهمية تصريحات بولوس تكمن في أنه يرأس الهيئة الدولية التي اتخذت أول إجراء عقابي ضد الانقلاب في مصر، وذلك عندما علق مجلس السلم والأمن الإفريقي أنشطة القاهرة في الاتحاد الإفريقي بعد يومين فقط من الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي. تصريحات بولس جاءت أيضا عقب اجتماع للمجلس نوقشت فيه الانتخابات الرئاسية المقبلة، وبعد أيام من زيارة وفد من لجنة الحكماء التابعة للاتحاد الإفريقي إلى مصر بقيادة رئيس مالي السابق ألفا عمر كوناري. وبينما اعتادت وسائل الإعلام المحلية تصوير زيارات كوناري ولجنته إلى مصر باعتبارها تضفي شرعية على الأوضاع الجديدة عقب الإطاحة بمرسي، فإن تصريحات بولوس تشير إلى أن مصر تتجه إلى المزيد من العزلة في علاقاتها الإفريقية. هذه العزلة كان من أبرز تجلياتها غياب مصر للمرة الأولى منذ أكثر من نصف قرن عن قمة الاتحاد الإفريقي التي عقدت في أديس أبابا شهر يناير الماضي، رغم أنها كانت من أهم مؤسسي الاتحاد في ستينيات القرن. إحباطا لكل هذه المخططات بنحاول دايما أن نفندها ونرد عليها من أصحابها. هسأل السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية. سيد سفير أهلا بيك. أهلا بحضرتك يا فندم. سيد سفير، هل كلام رئيس مجلس الأمن والسلم الأفريقي يعتد به؟ كيف يتدخل في شؤوننا بهذا الشكل ويصف ترشح أحد المرشحين بأنه غير شرعي لأنه قاد انقلابا ولأنه كان قائدا للجيش؟ يعني ثلاث نقاط أساسية. أولا زي ما حضرتك ذكرت، مستقبل مصر يقرره المصريين أنفسهم، ولا دخل لأي منظمة ولا أي دولة في الخارج بمن يترشح ومن سيصوت له الشعب المصري. هذه واحدة. أما الثانية فإن قناة الجزيرة ما بثته من تقرير هو بعيد تماما عن الحقيقة، وهو يعني بمنطق لا تقربوا الصلاة، بمعنى أنه كان بالفعل هناك اجتماعا للجنة السياسية بالاتحاد الإفريقي، وهذا المندوب تحدث بالفعل عن وجهة نظره الشخصية، وكان هناك إجماعا من جانب كل الأعضاء الذين حضروا الاجتماع، بما في ذلك مفوضية الاتحاد الإفريقي، بما في ذلك مواقف دول كبيرة كجنوب أفريقيا وغيرها، قالت أن هذا يمثل افتئاتا تماما على موقف والدور المنوط باللجنة الإفريقية رفيعة المستوى برئاسة كوناري. هي الوحيدة المنوط بها إعداد التقرير والذي سيتم على أساسه اتخاذ الخطوة التالية فيما يتعلق بإعادة النظر في قرار تعليق مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد الإفريقي. ولم يصدر عن هذا الاجتماع على الإطلاق من قريب أو بعيد أي بيانات على الإطلاق، وتم الرد على هذا المندوب بالرفض التام لكل ما ذكره وكأن شيء لم يكن. بل زيد على ذلك وقيل أن التقرير الذي سيرفعه ألفا عمر كوناري سيكون تقريرا حاسما ونهائيا، وأن كل المؤشرات تؤشر وترجح إلى أنه سيكون تقرير إيجابي في ضوء ما لمسه الوفد وما استمع إليه خلال زيارته الأخيرة للقاهرة. نمرة ثلاثة ودي الأهم، لم يصدر يعني تدعي هذه القناة أن هناك وصفا لما حدث بأنه انقلاب. هذا أمر يجافي الواقع تماما. لم يصدر عن أي مسؤول إفريقي في الاتحاد الإفريقي أن قال أن ما حدث في 30 يونيو أو 3/7 انقلاب، بل على العكس من ذلك في زيارة ألفا عمر كوناري قال أمرين في منتهى الأهمية. نمرة واحد، أن ما حدث في 30 يونيو هو بكل المعايير ثورة أو هبة شعبية. نمرة اثنين، أنه خلال الأسابيع القادمة سيكون لزاما على مؤسسات الاتحاد الإفريقي إعادة النظر في كل المواثيق المعمول بها وخاصة ميثاق لومي حتى يتعلموا ويستفيدوا ويستلهموا من التجربة المصرية بأن هناك آلية جديدة للتغيير وهي آلية التغيير الشعبي، وأن هذا يتعين أن يتم أخذه في الاعتبار. هذا أمر كاشف، هذا أمر واضح، مصر تسير في طريقها والعالم كله يسلم الآن بما يحدث في مصر. هناك تحول في مواقف جنوب أفريقيا، مواقف نيجيريا، مواقف الاتحاد الإفريقي، الاتحاد الأوروبي، العالم كله الآن يسير في خلف ما يخطه ويستره الشعب المصري، وهذا ليس شعارا ولكن هذا أمر واقع. أن الاتحاد الأوروبي حينما يوفد بعثة من أكثر من 150 متابع من أعضاء البرلمان الأوروبي، هذا يؤشر إلى دعم كامل لخريطة الطريق، ويكشف أن الحكومة المصرية ليس لديها ما تخفيه، وأنها ماضية في تنفيذ وإجراء وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة. شكرا على هذا التوضيح الذي يحبط المخططات. أستاذ بدر عبد العاطي، بتوجه لك بالشكر. السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية. طبعا هنهتم بأنه يعني شايفين يعني مش لاقيين حاجة يمسكوا فيها، فيقوموا يمسكوا في انه رئيس مجلس السلم والامن الافريقي قال كلام من هذا النوع، لكن لا يعبر عن موقف الدول ولم يصدر بشأنه بيان. الرجل يعبر عن موقف شخصي، بالاضافة الى انه مصر تكتسب كل يوم المزيد من ما يمكن أن أسميه الدعم الدولي، لأننا نتقدم في إنهاء ما يتعلق بالانتقال من الحياة الانتقالية أو من الحكم الانتقالي إلى الحكم الانتخابي. بعد أن سننتهي من انتخابات رئاسة الجمهورية سندخل على الانتخابات النيابية. الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق وأحد رموز النظام الأسبق لوحق أيضا في فيديو جديد من نفس المواطن المصري الذي لاحقه في الفيديو الشهير الأول، لاحقه أيضا في مشاهد سنشاهدها على الشاشة الآن. خلصنا بقى يا ابني، أنا شفتك تاني الصبح. تحب تقول لهم إيه اللي حصل في فرنسا؟ لو شايف انها بطاردك كلم البوليس. If you think that I'm harassing you, please call the police. He's got red warrant against him by the Interpol. He's the ex-finance minister of Egypt. His name is Mr. بطرس غالي. انك بريء، ما ترجع مصر وتشوف ايه اللي هيحصل. بس شوية منين؟ I'm not obstructing your way. I'm not helping to be on social. No, no, you're doing whatever you can. That's brilliant. Sorry that we have to do this in your workplace. Where are your security people? They come from the ground floor, sir. So I told him that we're at the escalator, so I've seen them. Where's your nearest elevator? Just to the left. Elevator, sir. It's around on the opposite side, so 3 ladders. Why don't you wait for the security to come? I'm harassing you. Just wait. If you think I'm harassing you, please wait. ده طبعا هذه المشاهد بعد أن ألقي القبض على الدكتور يوسف بطرس غالي في فرنسا، ثم تبين أنه حاصل على اللجوء السياسي في بريطانيا، وبالتالي بعد أن ابتهج البعض هنا للقبض عليه وقال الانتربول أننا سنسعى إلى تسلمه، اكتشفنا أنه حاصل على اللجوء السياسي وتم الإفراج عنه. دكتور محمد عبد الغني وهو الذي قام بتصوير دكتور يوسف بطرس غالي سواء في المشاهد الأولى التي شاهدناها أو في هذه المشاهد. دكتور محمد أهلا بيك. أهلا بحضرتك أستاذ وائل. دكتور محمد، أنت يعني الصدفة بتوديك كده على الدكتور يوسف بطرس غالي ولا أنت بتلاحقه؟ لا، هي الصدفة، هي أول مرة كانت صدفة تماما، والمرة دي برضه أنا كنت رايح أشتري حاجات من هرب، والصدفة لقيته واقف جنبي هو وابنه. هي الفكرة المرة دي أنا ما كنتش عايز أصوره، وكان نفسي إن البوليس هو اللي يجي ويتعامل معاه، ففعلا قمت بالاتصال بالبوليس مرة، وحسيت ان في مماطله زي ما وصفت مع الفيديو بالظبط. يعني قعدوا يسالوني اسئله مش المفروض ان هم يسالوها لمواطن عادي. يعني قعدوا يسالوني ليه هو عليه نشر حمراء من الانتربول، فشرحت لهم، بس برضه قلت لهم ان انا مش متخصص في القانون، انا اللي انا عارفه ان هو مواطن، ان هو شخص مطلوب للانتربول الدولي. والمكالمه دي اخذت 8 دقائق، لقيتهم قالوا لي حد هيكلمني، ما حدش اتكلم، اتصلت بيهم تاني، قعدوا يقولوا لي طب انت ازاي متاكد ان هو يوسف بطرس غالي؟ قلت لهم هو شخصيه عامه وانا عارفه كويس يعني. فقالوا لي لا هو اتقبض عليه في فرنسا. وضحت لهم ان انا الاخبار اللي عندي من وسائل الاعلام ان هو افرج عليه من فرنسا، عشان هم حاولوا يقولوا لي ان هو في فرنسا مش في بريطانيا في الوقت ده. بعد كده سابوها، قالوا لي هكلمك تاني، كلموني بعد عده دقائق، والشرطي اللي كان بيكلمني قال لي لا اللي قدامك ده مش يوسف بطرس غالي. قلت له انت ازاي تقدر تقول ان هو مش يوسف بطرس غالي من غير ما حد يجي؟ انا متاكد ان هو يوسف بطرس غالي. قال لي بالظبط، قال لي اتس ميستيكن ايدنتيتي، يعني تلابس في الهويات، وهو مش يوسف بطرس غالي. فقلت له ان انا معايا صور فوتوغرافيه صوره، انا لغايه الوقت ده ما كنتش صورته، وانا ما كنتش عايز اصوره، انا كان نفسي البوليس يجي ويقبض عليه او حتى يستوقفه صورت الفيديو علشان اثبت ادعائي ان هو ما كانش ادعاء كاذب، عشان كان عندي تخوف ان البوليس بعد كده يجي يقول ان انا مثلا ادعيت ان هو كان يوسف بطرس غالي وهو مش يوسف بطرس غالي. وهو بعد كده في اخر الفيديو انا يعني بتاسف ان الفيديو كان طويل، بس انا ما كنتش عايز يبقى فيه اي فتره انا واقف قدامه وما فيش تسجيل معايا للي حصل في الفتره دي. عشان كده من ساعه ما بدات اسجل بطلت التسجيل لما الامن بتاع متجر هارودز جم، ولما هم جم واحد من الامن اخده والثاني استفسر مني عن ايه اللي حصل، واللي اخذ يوسف بطرس غالي رجع بعد عده دقائق قال ان هو يوسف بطرس غالي، فهو اقر بذلك. وهم عملوا التحريات بتاعتهم عن طريق الكمبيوتر سيستم بتاعهم، واظهر ان هو مطلوب للانتربول، فهو ادعى ان هو معاه لجوء سياسي. اتصلوا بالبوليس البريطاني، اخذ الموضوع ده تقريبا تلت او نص ساعه. بعد كده البوليس كلموني وبلغوني الامن بتاع هارودز ان هم ساتسفايد ان هو معاه بوليتيكال اسايلم، يعني عندهم درجه من الرضا ان هو معاه بوليتيكال اسايلم. اللي انا عايز انوه عليه يعني هو معاه لجوء سياسي بالفعل. حضرتك ما دي نقطه مهمه جدا، احنا ما عندناش اي معلومات رسميه من السلطات البريطانيه بتقول ان هو الشخص ده معاه لجوء سياسي، عشان هو حتى الان وده حتى يعني الكلام اللي السكيورتي بتاع متجر هارب قاله لي، هو مطلوب بالفعل للانتربول، ولكن لو معاه لجوء سياسي يبقى مش مطلوب للسلطات البريطانيه. حتى الوقت اللي انا بكلم حضرتك فيه ده ما فيش اي تصريح رسمي من السلطات البريطانيه بتقول ان هو معاه لجوء سياسي. احنا كناس عايشه في بريطانيا وكشعب بريطاني وكشعب المصري من حقنا ان احنا نعرف هو شخصيه عامه هو معاه لجوء سياسي ولا لا، عشان لو سياسي يبقى بقى الدور دلوقتي على السلطات المصريه المتعاقبه اللي ما عملتش حاجه، من اول المجلس العسكري للاخوان للسلطه الحاليه، عايزين نعرف عملوا ايه عشان طيب نسترجع. الشرطه البريطانيه اخلت سبيله على طول يعني. الشرطه ما جاتش حضرتك، عشان لما الامن بتاع متجر هارودز كلم الشرطه اخدوا شويه وقت ورجعوا لهم تاني. اللي انا فهمته من الامن بتاع متجر هارودز ان الشرطه قالت ما يفيد ان هو معاه لجوء سياسي، بس كل الكلام ده بيني وبين جهات غير رسميه. احنا لو ده شخصيه عامه من حق الناس انها تعرف هو معاه لجوء سياسي، وليه اخذ اللجوء السياسي؟ عشان السلطات المصريه المفروض تدحض الحجج اللي هو طيب. بس من الواضح يا دكتور محمد انه كان هادئا معك، يعني ما كانش فيه، لم يكن عصبيا او متعصبا، ما شتمكش يعني. لا ما هو غالبا كان مختلف عن المره اللي فاتت، وانا اعتقد ان في حد نبهه ان هو ما يخشش في نقاشات، وده حقه طبعا. يعني انا كنت بحاول اكلمه ما كانش بيتكلم، وده حقه كاي بني ادم ان هو ما يردش، وهو كان بادئ عليه الاضطراب بشكل اخر، يعني كان مضطرب جدا، عمال بيسال الراجل بسرعه فين الامن ما جاش ليه، كان بيعرق كثيف جدا، فكان مضطرب بشكل تاني، بس ما دخلش في حوار زي الفيديو الاولاني. ويمكن الفيديو الاولاني كان راهب الموقف، كان اول مره يحصل له، المره دي اكيد كان عارف ان انا كبني ادم مش همدي ايدي عليه مثلا، او زي ما ناس ثانيه ممكن تعمل، فيمكن عشان كده كان اهدى يعني. دكتور محمد عبد الغني بتوجه ليك بالشكر، وهو الذي قام بتصوير الدكتور يوسف بطرس غالي مرتين. وهنا يعني زي ما انتم شايفين من الواضح انه الدكتور يوسف بطرس غالي حصل على اللجوء السياسي بالفعل، أو يعني السلطات البريطانية لا تلاحقه ولا تطارده حتى لو كان مطلوبا من الانتربول في مصر، ولكن إذا كانت فرنسا قامت بتسليمه أو قامت بإخلاء سبيله لأنه حاصل على اللجوء السياسي لبريطانيا، فهنا كمان يعني ربما يتأكد ذلك كل يوم. دكتور محمد عايز تعلق على حاجة؟ اتفضل. معلش سريع جدا، مش هاخد من وقت البرنامج، هي بس بعد ما حطينا الفيديو جاز دي كذا تعليق سخيف ان مثلا انا عملت كده عشان هو مسيحي. احب اوضح ان احنا في مجموعتنا اللي احنا انشأناها هنا مصريين متحدون، احنا مؤمنين بحقوق المواطنة كاملة وما بنفرقش على اساس الدين. ولما صورت الفيديو اضفت عليه جمل في الاول وشوشنا على وش ابنه عشان ملوش ذنب ان هو يطلع. ما يعني اي عاقل هيقول انه ملهاش علاقة، لانه يعني هناك مطلوبون مسلمون يعني ونلاحقهم ايضا. يعني اللي عمل كده معايا واحد زميلنا في المجموعه مسيحي اسمه فادي جورج، فاحنا بنتعامل معاه بهذا الشكل عشان هو مطلوب للقضاء المصري. الثانيه في ناس قالت ان انا تبع الاخوان، طبعا ده كلام سخيف جدا. انا كنت بنزل من انجلترا مخصوص عشان اتظاهر ضد الاخوان، زي مثلا لما نزلت ايام الاتحاديه وبسيب شغلي. ولازم الناس تفهم ان ممكن تبقى ضد فساد نظام مبارك وضد فساد الاخوان، انا مش لازم ابقى مع ده ولا ده، انا ضد اي بيحصل في مصر ايا كان القائم بهذا الفساد تحت المظله اسمها اخوان، نظام مبارك، اي نظام ثاني هنقف ضده. احنا طيب. مؤمنين باهداف 20 يناير وضد اي فساد، فيا ريت التعليقات بس ان انا عملت كده عشان يعني هي تعليقات لا يصدقها ولا يقتنع بها عاقل. دكتور محمد عبد الغني بتوجه لك بالشكر. غدا شم النسيم، غدا يوم الفسيخ، ويوم الفسيخ دائما بيبقى فيه سؤال في نهاية اليوم: كم من الضحايا سقطوا؟ يعني تخيلوا في ناس ضحايا للإرهاب، مش عاوزين كمان يبقى فيه ضحايا للفسيخ. ده كمان المشاهد اللي هتشوفوها ده لمصنع فسيخ فاسد، أحد المصانع اللي فيه الفسيخ الفاسد، نشوفها على الشاشة لأنه عاوزين نحذر الناس. دائما في نهاية كل يوم شم نسيم نتساءل عن عدد الضحايا، إن شاء الله ما يكونش فيه ضحايا غدا للفسيخ. محمد عادل غد بقى وابتدي بقى تبدأ حتى تفتح المحضر حتى. ده ارجع لي وساعات كده شفطتها اهو. تعالى صور لي دي اهم حاجه. مش لاقي لان ده متفضي، ده سلم متفضي وتم تعبئته مره واحده. اه ودي الاكياس الخاصه بيه. انا هرجع في الثلاجه تاني، ممكن الاقي السمك نفسه فيه تاني. بس يا دكتور بقى هتعرف ممكن يكون منتصر حلو. ايوه يا عم اسمع كويس، بجيب لي شنطتين. احنا ده ايه؟ ده لسه 1/11 3/4. هات لي شنطه، هات لي شنطه حلوه جديده دي، هات لي شنطه. لا لا حضرتك دي لسه بتاعتي دي. ايوه انا حلمي 11، احنا في شهر 3 دي خلاص استوت، ده ما شاء الله استوت. عايز شنطه هو هيطلع لي طلع لك. طبعا الفسيخ الفاسد مش معناه ان احنا بنقول للناس ما تحتفلوش وما تاكلوش فسيخ، لكن بنقول للناس انتبهوا، احذروا. تعالوا نشوف الصورة الثانية، يعني كيف ينتظر الناس شم النسيم، وايضا اسعار السمك والفسيخ، هل ارتفعت بشكل كبير ام لا؟ بكره شم النسيم، واحنا ما بنصدق نلاقي مناسبه نحتفل بيها وان شاء الله كلنا ناكل ونتبسط الفسيخ والرنجه وولادي وولاد ولادي ان شاء الله كلنا نتجمع مع بعض وناكل رنجه وفسيخ وكل حاجه باذن الله. اسعار الفسيخ غاليه 90، الرنجه حاجه و30. جايه اشتري فسيخ ب 90 جنيه الكيلو. لا حلوه برضه يعني، ما كل سنه بتبقى كده على فكره. غاليه 95 جنيه ولا 90 جنيه الكيلو. احنا متعودين على الموسم ده وبنشتري وبنحتفل ويعني كل سنه وانتم طيبين لا الاسعار تمام زي الفل. كل سنه وانتم طيبين. الفسيخ بنشتريه من منطقه مضمونه ومكان مضمون عشان فيه المصنع بلدي وناس بتستعمل المصانع اللي تحت السلم والكلام ده كلها بتجيب ممكن تسمم ممكن مشاكل، فطبعا لازم نشتري من مكان مضمون. خدت منه الرنجه ب 30 جنيه والفسيخ انا ما باكلش فسيخ، خدت بس الرنجه لان الرنجه بتاعته حلوه جدا هولنديه والاسعار حلوه. كل سنه بنبصل يعني وكل حاجه، البصل والليمون وكل حاجه كل سنه بنفرش. الاسعار هي بتزيد عن السنه اللي فاتت بكتير، والزحمه زي ما انت شايفه الناس بتزيد والحاجه زي ما هي. المكان ده معروف بنجيب منه كل سنه، حاجته حلوه ونضيفه ومتعودين عليه بصراحه، ما بجيبش من اي حد تاني. جاي اشتري فسيخ كل سنه وانتم طيبين، ده موسم ومره في السنه، بس الاسعار السنه دي شويه غاليه عن السنه اللي فاتت. دي قاعده من ايام الفراعنه، فالناس واخده تاكل فسيخ ورنج يعني في شم النسيم وكده. الاسعار الحمد لله كويسه يعني ما فيش حاجه غاليه. الاسعار في فسيخ ب 85 وفي فسيخ ب 80 وفي فسيخ ب 75. في تونس كما نحتج على استخدام المدارس من أجل أهداف جماعة الإخوان، في تونس إحدى المدرسات للأسف الشديد رفعت إشارات رابعة مع بعض التلاميذ والتقطت يعني صورة اللي انتم شايفينها على الشاشة مع التلاميذ. هذه الصورة أثارت جدلا في تونس إلى حد أن البعض طالب بالتحقيق في تسييس المدارس. طبعا تونس من المعاقل الأساسية للتنظيم الدولي للإخوان، النهضة هي إخوان تونس، وبالتالي تونس حتى أصبحت ملجأ لعدد كبير من المنتمين لجماعة الإخوان، والكلام لم يتأكد حتى الآن ولكن الكلام يعني ربما يكون شبه مؤكد حول انتقال التنظيم الدولي للإخوان إلى تونس. تعالوا نشوف الواقعة اللي قلنا لكم عليها امبارح المتعلقة بقضية الاغتصاب والقتل في قنا، واللي بتخلينا تاني بنقول للناس إنه للأسف الشديد هنقعد كل يوم لن نيأس إنه لا نطالب بتعديل سن الطفل 18 وفقا للدستور ولا أحد يناقش ذلك. كل ما نطالب به ألا يستفيد ذئاب بشرية وقتلة من سن الطفل، ألا يكون أو ألا يتم التعامل مع الضحية على إنه طفل ويتم التعامل مع القاتل على إنه طفل، ويبقى هنا أنا بساوي بين القاتل والقتيل، بين الضحية والجلاد، بين الجاني والمجني عليه. ما تخلوش حد يستفيد من قانون الطفل. كل ما نطالب به تعديل تشريحي. ما أيدش القاضي اللي اضطر أن يعتذر في قضية زينة ويقول أنا مش قادر أعطي حكما بالإعدام أو حكما قاسيا لأنه سقف العقوبة عنده 15 سنة، يعني 6-7 سنين مضي نص المدة والمتهم هيخرج من السجن. الحوادث بتحدث كل يوم. جبنا لكم امبارح لقاءات مع المتهمين الذئاب البشريه ال3، لكن تعالوا نشوف عائله الطفل يوسف اللي قتل على يد احد جيرانه، قام بخطفه وخنقه بسلك وطلبوا فديه يعني مبالغ ماليه. ال3 المتهمين، واحد 15 سنه ده هيستفيد من سن الطفل، واحد 18 سنه الا اسبوع وقت ارتكاب الجريمه ده هيستفيد من سن الطفل، واحد 22 سنة ده مش هيستفيد من قانون الطفل. يعني هنا يمكن للقاضي انه يعدم واحد وينجو اثنان من الاعدام. ما بنقولش اعدم، بنقول انه لا تقيد القاضي في ان يصدر حكما يتناسب مع الجريمة. اما يبقى فيه خطف وقتل في هذه الواقعة، يعني اعتقد انه ده يستحق القضية تحدث كثير. تخيلوا 18 سنة واسبوع، ده لو ارتكب الجريمة بعد اسبوع كان يمكن للقاضي انه يديله اعدام، اسبوع نجاه من حكم الاعدام، وكل ده بسبب الاستفادة من قانون الطفل. يوسف صحي الصبح يومنا العادي وابوه مسافر، بيقعد بالتسع شهور والسنه وبيجي. يوسف ده على طول معايا 4 عيال. يوسف الكبير عنده 12 سنه. فكان ما صحي الصبح يومنا العادي، فطر ونزل راح اشتري لي طلبات وجا. جه خد الدرس وبعد كده اتصل بيا اللي هو احمد ده، اتصل بيا على تليفوني، قال لي تليفون يوسف ده، قلت له ايوه مين؟ قال لي انا عبد الرحمن صاحب يوسف. فيوسف قلت له يوسف بياخد درس تحت. فطلع يوسف، فبقول له في واحد اسمه عبد الرحمن اتصل بيك شويه ورن. كلم يوسف وقال له يوسف هات ورقه وقلم وانزل لي، عاوزك عند الصيدليه هنا. فراح يوسف تاريه هو احمد عمر ده مستني يوسف، ولما لقي الشارع خلاص ما فيش حد، ويوسف هو جاي راح ندم عليه وخده وقال له تعالى صاحبك عندي عبد الرحمن. يوسف ان جيراننا وما فيش خوانه، راح ننزل معاه. خدوا يوسف استدرجوه من البيت احمد الصغير ده، وكان الكلام ده من 4 الساعه 1 الظهر. خدوه مامة يوسف هنا ما رضتش تقول لي، كانت صدمه وبيدور على الواد، ما سمعتش الا ثاني يوم الصبح من بعد الاهل اصحابي في الكويت، اهالينا اللي في الكويت يعني اتصلوا بيا وقالوا لي الامر. تقريبا هم متفقين ان ياخدوا يوسف ويقتلوه وبعد كده يتصلوا بابوه في الكويت عشان ياخدوا فلوس. 11 الظهر تقريبا يوم الخميس، المتهم الكبير اللي اسمه محمد عمر وشهرته حماده اتصل عليا حسين شاكر، قلت له نعم. قال لي انا ابنك عندي وعايز 200,000 جنيه. انا جاتي صدمه، ابني مع مجرمين، وين نايم صاحي في الجبل في الزرع راميين، وفين ابني؟ احمد ده انا جبلته، ناديت عليه في الشارع يا احمد شفتش يوسف؟ قال لي لا، وكان هو اللي واخد يوسف وموت يوسف في بيتهم، وقال لي انا ما شفتهوش. احمد ده يقول لك عليه حدث يخطط قبلها ب15 يوم عشان يخطفه ويقتله ويخنقه مع 3 ابن عمه وواحد تاني شغال معاهم في الفرن، وفي الاخر يقولوا لي حدث. ده الحدث اللي هو ما يعرفش يفكر التفكير الشيطاني، لكن ده مش بني ادم، ده شيطان. احمد لازم يتقتل، لازم احمد يتقتل زي ما مات ولدنا، لازم يموت. لما دخل على رئيس النيابه اول كلمه بيقول له انا حدث، ما حدش يقدر يعمل لي حاجه. يعني كل واحد عايز يقتل واحد دلوقتي يجيب له عيل صغير وعارف انه اخرتها سنه 2 3. اي قانون ده؟ ما هو اذا كان القانون مش هيعرف ياخد لي حقي، لا ده فصبر جميل، فصبر جميل. هجيبك انت، قتلت ابني ولبستني في حيطه، خلاص انا حاجه مش بتاعتي، لكن خلاص اتزرعت فيه، ما اتزرعت فيها، ما انا شلت كفن، ادي كفن، ادي جلابيته وكفني، خلاص كفن لبسته، اعمل ايه تاني؟ حدث يخطف طفل جاره ويخنقه بسلك الدش، وشوفه هو بتطلع روحه قدامه، ما تتحركلوش شعره. عاوزه كل مسؤول والقاضي اللي هيحكم في قضيه ولدي لازم يحكم عليهم ال3 بالاعدام. 15 و18 سنه و22 سنه، دول مش صغيرين. اتكتروا على يوسف 12 سنة ومسكوه وموتوه وخنقوه ليه الجيران تعمل كده ببعضيها؟ سيدنا جبريل بيقول له صلى يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. الجار اللي ربنا وصى بيه يخططوا عشان يسرقوا جارهم، ما يسرقوش منه عربيه ولا طب اخذ، احنا في الارياف والصعيد ما يسرقوش منه جاموسه ولا بقره، ولا سرقوا ابنه وموتوه وعايزين فلوس. الجار اللي ربنا وصى بيه في كتابه العزيز، ايه البنوب دي؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. ايه ذنبنا ان احنا اخونا اتقتل، ولو بعد سنتين ثلاثه لقينا الواد اللي قتل اخونا ماشي في الشارع، مش هستحمل المنظر، هكون عايزه اخنقه زي ما خنق اخويا. وحشني يوسف، نفسي اشوفه، حاسه نفسي ما عشتش معاه ولا يوم، عشان هو كان كل حاجه بالنسبه لي. هو كان ولدي وكان اخويا وكان صاحبي في غياب ابوه. كنا بنحكي كل حاجه لبعض، هو كان شايل مسؤوليه البيت في غياب ابوه. ما كنتش متخيله ان يوم من الايام يوسف يتعمل فيه كده. بس أنا أقول لهم حاجة واحدة بس، أما والله أن الظلم شر، أما والله أن الظلم شر، أما والله أن الظلم شر، وما زال المسيء هو الملوم، ما زال المسيء هو الملوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، عند الله تجتمع الخصوم. يبقى احنا بنسمح باغتيال هذه الأسرة كل يوم لما نسمح بأن يستفيد اثنان من القتلة الثلاثة من قانون الطفل. 6-7 سنين كل واحد فيهم هيدخل السجن 6-7 سنين ويزاول حياته من جديد. اللي 15 سنة هيطلع وعنده 21-22 سنة، واللي 18 سنة إلى أسبوع هيطلع عنده 24-25 سنة ويزاول الحياة من جديد بعد أن قتل طفلا وحطم عائلة وكسرها نفسيا بهذا الشكل. تعالوا أستعيد معاكم تاني كلام الذئاب البشرية الثلاثة الذين قتلوا الطفل بعد أن اختطفوه. متهم بجريمة قتل، خطفت طفل 12 سنة وقتلته، متهم فيه وقتلته، قال حطيت في شوال وطلبت عليه فدية 200,000، متهم بكده. بس أنا كله ده أقسم بالله ما عملته. في ناس معانا معترفين عليها في النيابة وما جاتش لغاية دلوقتي، الناس دي هي اللي قتلت. أنا كل اللي عملته جبت الواد، واحد قال لي شغال معانا في المخبز اسمه ناجي محمود أحمد اسماعيل، ده شغال معانا في المخبز، ده عنده حوالي 60 سنة، متفوق معايا على إني نجيب له الواد، على إني نجيب له يوسف واديني 1000 جنيه، قلت له لا، قعد أسبوع يلف ويدور علي برضك لغاية لما وقعني وخلاني جبت له الواد. بس كل اللي عملته إني جبته له، لما جبته له ضربه ضربة على أساس إنه يغمى عليه، ضرب ضربة هنا، الواد ما حملش، خد الضربة وراح معاه. لما مات زي كديتها رحت مسكنا في بعض أنا وهو، ودورنا كتل في بعض، وراح لما دورنا كتل في بعض راح طلع لي طبنجة وقال لي لو خشمك اتفتح هنقتلك، هددناي، رحت أنا خفت منه قال لنا بعد المغرب هنجيبوا لها داي السلام وناخذوا الواد دي تحطه في الشوال ولكش دعوه ثاني انت بالحكايه. حماد رن عليه بعد العشي قال لي تعالى عاوزك انا وهو مصاحبين بعض يعني في المخبز، ما نروح المخبز الشغل كلهم مع بعض. قال لي تعالى عاوزك بعد العشي رن عليه قال لي تعالى عاوزك، قلت له في احمد، قال لي عاوزك عند المخبز عشان نشتغلوا بالليل النهارده. قلت له ماشي، رحت له فصلت من عنده ورحت. قال لي تعالى نجيبوا شكر دقيق من فوق السطح عندنا فوق المخبز يعني. قلت له ماشي، رحت ركبت فوق راح ساحب فوق السطح في سبات عندهم، راح ساحب الشكاره دي. قال لي قلت له ده، قال لي ده انا خطفت الواد، قلت له الواد مين؟ قال لي خطفت الواد يوسف ومعاه اضرب ضربه عشان نقمه راح مات. نزلت لتحت قعدت نبكي، نزلت لتحت راح ماسكني من دراعي قال لي ما قلتش معاي، هنجيبك معايا هنجيبك معايا ما تموت زيه وهنجيبك معايا في الجريمه. قلت له انا عاوز ايه؟ قال لي تمسك معايا تنزل معايا لحد تحت وناخد واخد بعضه مالكش دعوه بينا بعيدي. وورد لينا بلاغ من خال الطفل يوسف باختفائه عن المنزل، وبعدها في اتصالات هاتفيه بتطلب فديه. على الفور وبالانتقال بعمل فريق بحث بدأنا نحدد خط سير الطفل المخطوف وتتبع الأرقام اللي بتتصل على أهلية المخطوف. في تحقيق خط السير تبين إن كان آخر مشاهدة مع الطفل أحمد عمر اللي هو عمره حوالي 14 سنة من نفس ميلاد الطفل المخطوف، وبمناقشته وبإجراء التحريات والبحث وتشكيل فريق بحث توصلنا إن وراء ارتكاب الجريمة كل من أحمد عمر وده عمره 15 سنة ومحمد عمر 22 سنة وإسلام ناجي عمره 18 إلا أسبوع ده وقت ارتكاب الجريمة. وعلى الفور تمكنا من ضبطهم وبمناقشتهم اعترفوا بارتكابهم للواقع. القضية دي قضية خطف وسرقة وابتزاز. طبعا المدعو أحمد عمر سحب المجني عليه يوسف متوفي لرحمة الله طبعا، وخده بعد ما سحبه اتصل بوالدته بحيث قال له إن نتيجة الترم الأول هتظهر فتعالى عشان نجيبها، فسحبه لمنزل عمه اللي هو المدعو ابن عمه المدعو محمد عمر، وكان في انتظاره هناك المدعو محمد عمر وإسلام ناجي اللي هم بدورهم برضه طبعا المجني عليه يوسف طبعا هم جيرانه فكان عارفهم شكليا، فهم خافوا من افتضاح امرهم، فحصل طبعا مشاده بينهم فمسكوا المجني عليه يوسف وخنقوه طبعا وموتوه، وبعد كده خدوه وسط الزراعات ووضعوه في جوال ووسطوه في مصرف صحي. طبعا على الفور طبعا ورد لنا اخطاء وانتقلنا وضبطنا المتهمين تمام، واللي هم بدهم اعترفوا بارتكابهم للجريمه. انا عندي 3 متهمين، المتهم الاول ده 15 سنه ده هيطبق عليه قانون الطفل. المتهم بقى الثاني اللي هو وضعه شائك اثناء ارتكاب الواقعه بتاعه الاختطاف والقتل، والاثنين بيشكلوا جنايه في قانون الجنايات والعقوبات المصري. اثناء ارتكاب الواقعه اقل من 18 سنه باسبوع، بعديها لما ظبطناه اكتر من 18 سنه، اما الثالث فده عمره حوالي 22 سنه تقريبا ده هيطبق عليه قانون العقوبات. الثلاثه ارتكبوا ذات الفعل وذات الجريمه. يهمني الشخص اللي قبل 18 وبعد 18 ده طبعا هيتمتع بقانون الطفل للاسف الشديد، وبالاضافه للي عنده 15 سنه. يعني منطق غريب، يعني يا ريت تدخل تشريعي سريع يريح الاسره المصريه ويريح الشارع المصري. قصه الطفل يوسف بلغ خطف جه من والدته ان تغيب عن المنزل، وبعد كده تلقت اتصالات تليفونيه طلبوا منها مبلغ فديه حوالي 200,000 جنيه. تتبعنا التليفونات دي طبعا بعد استئذان النيابه العامه، توصلنا ان في 3 اشخاص استدرجوا هذا الطفل بغرض طلب الفديه. لما استغاث وحاول ينقذ نفسه تخلصوا منه بالقتل ورموه في بئر للصرف الصحي، وتمكنا الحمد لله من استخراج الجثة. اللي عاوز اوضحه ان الثلاث متهمين، الاول 15 سنة، الثاني اثناء ارتكاب الواقعة كان 18 سنة الا اسبوع، لما تم ضبطه كان كمل ال 18 سنة. وانا بركز على الحتة دي علشان الحتة دي هي اللي بيستخدموها في قانون الطفل. الثالث ده ما فيش منه مشكلة، عنده 22 سنة. يعني متخيل حضرتك يعني 18 سنة إلا أسبوع هينجو من العقاب، لأن لما ارتكب الفعل كان أقل من 18، لما ظبط كان أكتر من 18. 18 سنة ده عندنا في مجتمع إبلي أو في المجتمع المصري ده راجل بالغ يتجوز وينجب أولاد. ثلاثة قدام حضرتك، ده هيطبق عليه قانون الطفل 15، الثاني هيحتمي بقانون الطفل على الرغم ان لما ظبطناه كان 18، الثالث 22. طب تعالى انزل شوف كمية السلاح اللي عندي في هنا، ممكن تلاقيه مع عنده 16 سنة 17 سنة. هل ده طفل وشايل بندقية آلي؟ لا طبعا. يعني مش هنيأس في هذه القضية. أعتقد أننا نحتاج إلى تعديل تشريعي يمنع استفادة قتلة وذئاب بشرية من قانون الطفل. هنقعد نقولها كل يوم لأن الحوادث تعددت. استخدام الأطفال، ده اللي عايز يقتل دلوقتي يشوف واحد عنده 18 سنة إلا شوية ويقول له اقتل أنت 6-7 سنين يا ابني ومفيش حاجة هتحصل لك وهتطلع من السجن تزاول حياتك من جديد. ندي للقاضي المساحة انه هو اللي يقيم وفقا ليقين القاضي ووفقا للحالة اللي قدامه، انما لما ايده انه لا يستطيع ان يصدر الا هذا الحكم المخفف، فبالتالي انا بسمح كل يوم باغتصاب وقتل الاطفال باسم قانون الطفل. بعد الحلقة التي استضفنا فيها الفنانة مروة عبد المنعم في قضية الطفلة التي كانت تعمل عندها وماتت، مروة بتقول الطفلة ماتت ميتة طبيعية وفقا حتى لأوراق المستشفى ووفقا للمستندات، لكن والد الطفلة يؤكد أنها قتلت وطالب بتشريح الجثة. وإحنا قلنا الحقيقة اللي يعالج هذه القضية هو أنه يتم تشريح الجثة من جديد. بعض العائلات يقول يعني أنا أطلع جثة بنتي وأقوم بتشريحها، هذا انتهاك للجسد. لا، اللي ينتهك الجسد وينتهك حقوق الطفلة وتبقى أنت بتبيعها وهي ميتة وبتموتها تاني، هو إنك تخلي الحقيقة تموت. إذا ثبت إنه الطفلة التي تعمل، مش هنسميها خادمة أو شغالة، الطفلة التي تعمل في منزل إنها ماتت ميتة طبيعية، خلاص إذا ثبت أنها قتلت فلا بد من فتح تحقيق جنائي يتعلق بهذه القضية. تعالوا أستعيد معكم ملخصا للحلقة التي أثارت جدلا ودفعت إلى الموافقة بإعادة تشريح جثة الطفل. أنت بتستند لإيه في إنها قتلت بنتك؟ يا فندم حضرتك احنا فعلا شفنا الكلمات دي في المستشفى، موجوده في البنت في خدها ودماغها من ورا، تمام، وفي رقبتها. والاستاذ او امين الشرطه اللي هو بيحرر المحاضر قال لها كل حاجه بايدي انا يا فنانه، اقعدي حط رجل على رجل. حتى كانت في قلب المستشفى الحاله الوفاه راقده في الثلاجه، ودي بتنظر لبان مش في دماغها. انا ما قتلتش، واسمح لي اقول ان كلام الاب كله كذب. هو يتهمك بقتلها وانت بتقولي له طب خلي الفيصل تشرح الجثه. يعني انا عايزه اقول على حاجه، هو في اخر الحوار قال انا لا اتهمها، هو في النيابه ما اتهمش. ويعني هو كمان مش متهمني، هو عايز يعرف بنته ماتت ازاي. لا، ما فيش كده اسمها يا فندم. في الراس من ورا خبطه، وفي خدها، وفي رقبتها. لو كانت وقعت على الحمام يا فندم. وفي حاجه كمان اثبت لنا، يعني انا لما دفنت وخلاص قررت ان انا ادفن يا فندم، انا قلت هروح اشوف الحمام. مامتها راحت تجيب الحاجات المتعلقات بتاعتها، بتقول لها يا مدام لو سمحتي وريني الحمام اللي بنتي ماتت فيه. شافت الحمام ما لقيتوش يا فندم، ان هو يعني لا في غاز ولا في اكسجين ولا الباب مكسور زي ما هي بتقول. مش عارفين صراحه يا فندم بنتنا ماتت ازاي، وانا بطالب الطب الشرعي باستخراج جثه بنتي على اساس اعرف سبب الوفاه وكله ارتاح. طيب. يبقى هو ده الحل في مثل هذه الحالات، هو اللجوء إلى التحقيقات وإعادة تشريح الجثة. أيضا في حلقة سابقة كانت معنا السيدة هدى الليسي ناصف ابنة قائد الحرس الجمهوري اللي كان انحيازه للرئيس الراحل أنور السادات عاملا حاسما في توليه السلطة، لأنه هو الذي تمكن من خلاله من القبض على معظم القادة، ومنهم لما يبقى فيهم وزير الدفاع ووزير الداخلية ورئيس المخابرات وعدد كبير من الوزراء. استضفناها وتعالوا نشاهد ملخصا للحلقة. لماذا؟ لأنها اليوم أنباء عن أنها حاولت أن تقتحم الحاجز الحديدي أمام اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، محتجة ومعترضة على إغلاق الباب والإعلان عن وجود مرشحين فقط هما المشير السيسي والأستاذ حمدين صباحي. ال25,000 توقيع إن شاء الله جاري. طبعا هتظلي تحاولي طبعا وهتجوب المحافظات عشان تقنعي الناس إن شاء الله بإذن الله. طبعا لا شك، أنا دخلت تجربة ومش هطلع منها، يعني خلاص هاخد التجربة بحذافيرها بحلوها بمورها للآخر وهعمل اللي عليا، بس مش هشتري أصوات الناس، لأن أنا أخلاقي هتبقى أخلاق الفرسان مش أخلاق الإخوان. مهندسة هدى الليسي ناصف، مهندسة هدى أهلا بيكي. ازي حضرتك؟ أنا عليا 9000 كده حضرتك، أنا معروض عليا 16000 بفلوس. أنت معروض عليكي كام؟ والله العظيم لحد دلوقتي كان معروض 16000 صوت، ولا بديت ولا أدفع ولا مليم ولا هين مصري. لا يعني أنت جمعتي كام توكيل؟ لا أنا جمعت كام ألف يا فندم، بس ما عدتهمش ما حسبتهمش يا فندم خالص. وناس قالوا لك نجيب لك 16000 توكيل بكام؟ والله ب 25 جنيه التوكيل، كان الأول ب 50 وبقى ب 25. نزل ل 25. بس استاذن حضرتك المقدمه اللي حضرتك قلتها للواقع اللي حصلت النهارده مش عشان ده قالوا ان انت اقتحمت الحواجز الحديديه الفكره الواقع غير كده، وكنت هتكسري اللجنه العليا لانتخابات الرئاسه. لا هقول لحضرتك هي الموقع كانت ازاي. انا مقدمه امبارح التماس، كانت الساعه تقريبا 2، فعندهم كان لحد الساعه 5 امبارح، اوكي، وبعدين عندهم النهارده الصبح، فانا جيت من اللجنه اللي هي الكشف النهائي بقى حضرتك، ومعايا الكشف الحمد لله لائقه ومفيش مشكله. 11:30 الصبح، فبقول لهم عملتوا ايه في الالتماس؟ فقالوا لي طب 5 دقائق، طب نص ساعه، طب ربع ساعه. من الساعه 11:30 لحد الساعه 2:15 يا فندم انا في المنطقه بجوبها، وشويه قاعده في دار المدرعات لان هي لازقه فيها، شويه قاعده في العربيه والدنيا حر، وحتى كل المراسلين يا فندم للجرايد والمواقع. انت عامله التماس بايه؟ التماس ايه بحضرتك؟ التماس انه انا قابلتني ظروف صعبه جدا في الناس، مثلا بيروحوا يعني يعملوا لي التوكيلات بيلاقوا زحمه جدا، كذا مره اعتذروا ما عملوش. ما هو اصله ده اليوم النهائي، يعني بعديها ما فيش توكيلات. ده اليوم الجمعه اللي كان فاضي يا فندم، احنا بنتكلم على قبل الجمعه بكتير. ده غير نور قاطع، ده غير مشاكل كتير انا تعرضت لها في الناس اللي رايحين يعملوا توكيلات تعرضت لها، وزائد الزحمه، زائد انه كان في بلطجيه، يعني حاجات كتيره يا فندم، فاسردتها في ايه كلها في ورقه وعملت التماس بيها للجنه العليا للانتخابات ده امبارح. فالنهارده الصبح بقول لهم ايه النتيجه؟ فيقولوا لي طب شويه بعد شويه، طب بعد شويه، طب نص ساعه، طب فضلت بقى قاعده في دار المدرعات شويه، قاعده في العربيه شويه، امشي شويه، انزل وافضل رايح، فده ما يصحش يا فندم. لحد الساعه 2:15 استشعرت بقى ان هيجي الساعه 2 ويقولوا خلاص احنا هنقفل، فاقتحمت الحواجز الحديديه. لا بالعكس، انا كان نفسي اكسرها، انا ما اقتحمتهاش، لا انا ما اقتحمتهاش. كده بعدي هيمسكوكي بتهمه الارهاب، خلي بالك. بص حضرتك الارهاب في الحق افوت فيه، ما ينفعش يا فندم، انا بتكلم على حاجه معينه يا فندم، ده اللي بنعمله ده النظام الباقي. طب مين اللي بيبيع توكيلات بقى؟ التوكيل هكمل بس الواقع يا استاذ وائل. طيب اتفضل. انا في الحته دي اعتراضا على المعامله المهينه، اذا كنت انا بتعامل كده فبقيت الناس هتتعامل ازاي؟ انا اعتراضا على جايبين لي واحد بيمثل اللجنه العليا للانتخابات في منتهى الاستفزاز، فظاظه يا فندم، يعني مش جايبين حد لائق يعني يليق باللجنه العامه للانتخابات. لا، الناس الضباط كانوا ما شاء الله كويسين ومتحضرين وكلها، انما هذا الانسان المستفز مفيش فايده فيه، كل شويه نص ساعه طب هجيب لك حد، قلت لهم بقى انا داخله وجبت كرسي ورحت قاعده وقلت له بقى جيبوا لي حد من اللجنه العليا للانتخابات يكلمني، لان انا مش هفوتها. اللي بيتعمل ده ما يصحش يا فندم، والله يا فندم ما يصحش، حتى في اي حد مع اي حد ما يصحش. انا اقعد من الساعه 11:30 ل2:15 يديك انت يا استاذ وائل وكل الناس شاهدين اللي قاعدين هناك، فيديك انا لو كان لا 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 ده مش مقبول. انا رايي كنت طلعت على قصر الرئاسه ونصبت نفسك رئيسا وقعدت في والله يا فندم ده اللي حصل. ما بقول لك انا بيتعامل معايا كده، ما بقيت المواطنين بقول لهم بقيت المواطنين هيتعامل معاهم. خليني بقى في سؤال اخير، التوكيلات مين اللي بيبيع توكيلات؟ فيفا مصر يا فندم بيعملوا سبوبه لاي شيء بتتباع في البلد، اي شيء ممكن يتباع في البلد يا بلد. يعني فيفا مصر شغالين على المرشحين لانتخابات الرئاسه لو عايز. للاسف الشديد يا فندم هم 14 مرشح على فكره، مش مرشحين كانوا، ففي مرشحين عارفين يا فندم وساكتين. ده اللي انا بقوله، اللي هياخد صوت حرام والله ربنا ما هيبارك له يا استاذ وائل، والله ما هيبارك له طبعا اكيد. كل الايام اللي جايه هتتكشف حاجات كتير، وفي مفاجات كتيره قوي انا مخبيها لكم، مفاجات هتتكشف في الايام القادمه في الاشهر القادمه هتقوليها عندنا ان شاء الله بقى. مفاجات رهيبه رهيبه لا تتخيلوها. تتعلق بايه المفاجات؟ تتعلق بايه؟ لا بحاجات، لا حاجات صعبه شويه، حاجات صعبه وحاجات تمس، لا يعني حاجات كوكتيل، هي كوكتيل حقيقه، كوكتيل كده الحمد لله يعني. وفي مفاجاه لن تتخيلوها، مصر لن تتخيلها بجد والله. اللي هي متعلقه بايه بس؟ ما يعني لا دي مالهاش دعوه بالانتخابات خالص، لا دي مالهاش دعوه، دي متعلقه بمصر وحاجه هتسعد المصريين خالص. تسعد المصريين؟ طب كويس خالص خالص، خليهم يعني زغرطوا في الشوارع كده. وانا يا عبد الفقيره سبحان الله ربنا القدر اداني الحاجه دي وانا مش عارفه ازاي. طب يعني انت بس اللي معاك المفاجاه، المفاجاه مش مع كل الاجهزه السياديه في الدوله تخيل بقى. ما هو بالظبط ده الغريب، ان الجهاز السياديه ولا مخابرات العامه ولا مخابرات المصريه ولا مخابرات الحربيه ولا مخابرات العرب قدروا يوصلوا لحاجه بسيطه جدا. اصل انا كنت بفك شفرات يا فندم من زمان يعني انا طب ايه المفاجاه؟ هل السماء ستمطر اموالا مثلا على مصر؟ هل مش هقول لكم فين كنوز مصر، مش هقول لكم كنوز مصر فين عشان يتعمل فيا النهارده، مش هقول لكم طيب. كنوز مصر فين، لا بس هي مفاجات كمان هتسعد مصر وتخليهم يبصوا لقدام ويبصوا لبلدهم، ومفيش حد هيلو يدرع مصر تاني ان شاء الله. ننتظر هذه المفاجاه ان شاء الله يا رب. المهندسه هدى الليسي ناصف ابنه قائد الحرس الجمهوري ومؤسس الحرس الجمهوري السابق، الف شكر. بعد الفاصل هنناقش قضيه سيديهات المحله، خاصه بعد ان ثبت ان جماعه الاخوان بلا اخلاق بلا ضمير قامت باستغلال هذه الفضيحة في محاولة للإساءة لعدد كبير من السياسيين ورجال الشرطة والقضاة وكل من ينتمي إلى ثورة 30/6. هنناقش هذه القضية بموضوعية وهيكون معانا أحد ضحايا هذه الواقعة.